السلام عليكم. نبدأ بسم الله ما شاء الله. معكم من الشام اخواني حبايبي. مقدمة صغيرة مثل ما شفتوا انتو بعنوان الفيديو، تمام؟ الاخ سامي طبعا غني عن التعريف، عنده حساسين او بربي طفرات حساسين او بربي حساسين بشكل عام، اذا كان طفرات ولا كان عادي، فصار عنده فاجعة. الله يبعد عنا جميع الامراض وان شاء الله ربي يديم صحتكم عليكم. تحياتي للاخ سامي وتحياتي للأخ عيسى صاحب قناة دنيا تي في، وتحياتي لكل شخص عم يشوف هذا الفيديو. طبعا أخواني حبابي، رابط قناة الأخ سامي رح يكون بصندوق الوصف، ورابط الأخ عيسى قناة دنيا تي في رح يكون كمان رابط بصندوق الوصف. بتمنى الكل يروح يعلق له للأخ سامي يقول له الله يعوضك من طرف ابن الشام، وكمان الكل يروح يشترك بقناة الأخ عيسى قناة دنيا تي في كمان إلو من طرف ابن الشام. لا أنا راهم متولي الطيور. هذا جال فيروس خليني فاشت هاي. أولي ثلاثة. لو كان حس روحي فاشل. روحي فاشل. بالله. جزء عنده واحد القوة تاعي بشي يقتل الطير. ثم لا توصف. يقتل في مدة قصيرة. لا هنا وين المربي راح. يحب يعتزل يحب يعزل. إذا فيكتي تقع الغرفة درت لي عليها بصح قاعد قاعد دقدا بسكو أنا تما كنت داير كش بكتيريا ولا راهي تقيس في الطيور في نالموس تم فيديوش. إذا مشاهدينا متابعينا، مرحبا بكم معنا في هذا الفيديو الجديد والحصري من قناة دنيا تي في. كما راكم تشوفوا الآن أنا متواجدين في بيت الأخ سامي محيوس اللي يعتبر من أكبر مربي الحسون في الجزائر. راح نتعرفوا مع بعض على بعض الأمراض اللي تصيب طائر الحسون، راح يتحدث لنا على الأكل، العلاج ونقاط أخرى، راح يحكي لنا ثاني أيضا على سبب موت الطيور توعه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل على الحبيب المصطفى. أخونا عيسى مرحبا بك مرة ثانية عندي في البيت، مرحبا بقناة دنيا تي في عندي في البيت، مرحبا بالمشاهدين الكرام تاني عندي في البيت. تفضل خويا عيسى. الله يسلمك. قل لي يا سامي، الفيديو تاعك هذاك دار ضجة كبيرة في وسائط التواصل الاجتماعي، سمعنا باللي الطيور تاعك ماتت، دونك اسكو تقدر تحكي لنا سبب موت الطيور تاعك؟ شوف خونا عيسى، هي اللي صارت لي كانت فاجئة، اللي صارت لي كانت فاجئة بالنسبة لي أنا. أنا حطيت الفيديو حطيته على سبيل باش التوعية، حطيته على التوعية باش المربيين تاعنا. أخواني حبايبي مثل ما شفتوا أنتوا وسمعتوا، الأخ سامي دخل طير على طيوره أو على غرفة الطيور دغري ديريكت، فهون كانت أول المشكلة أو هون كان أول الخطأ. ليش أنا على طول بقول لكم لا حدا يدخل طير جديد على غرفة الطيور؟ أول شيء لازم تعزل الطير تبعك أنت أقل شيء 15 يوم بغرفة عزل، تمام؟ حتى لو انت اخذه هذا الطير من مصدر موثوق، الافضل انك انت تعزل الطير بعدين بعد 15 يوم بتدخله على غرفه. انا وسرا اخونا عيسى، هو عباره عن دخول فيروس الغرفه تاعي، لغرفه الطيور تاعي. احنا كما نعرفوا اخونا عيسى، الفيروس يختلف عن البكتيريا، يختلف عن الفطريات، يختلف عليهم كاع جميع الامراض اللي تصيب الطيور. الفيروس يعتبر هو نقدروا نصنفوه بمرض، بصح شنو؟ مرض قاتل ما عندوش دواء تاعو، صار له كيما الفيروسات اللي تصيب الانسان كذا عاد. الاختلاف هو ان في الطيور كاين بعض الفيروسات اللي تحسبوا على اصابع اليد هي عندها الفاكس تاعها، بصح الفيروسات الاغلبيه تاعها اللي تصيب الطيور ما عندهاش الفاكس تاعها، تسمى هكذاك الموت هو النهايه الحتميه تاع الطيور. لهنا الوسرة اللي أنا لهنا هي عبارة عن دخل طير عندي البيت، وهذاك الطير كان حامل الفيروس، والفيروس اللي هنا واش يدير لك خويا عيسى؟
كتبحث عليه ولا تلقى الفيروس يعطي لك علامات تاع امراض واحده اخرى. اسمعوا شنو كيما يقول لك، يديك لوطرو كوتي، يديك جهه واحده اخرى كاع، يخليك تتوهم باللي الطير راهو مريض مارض ماشي عنده فيروس. طبعا الاخ سامي هون بيقصد بهالكلمه هاي او بهالفقره هاي انه انت قبل ما تعالج الطير او قبل ما انت تعطي العلاج للطير لازم اول شيء تشخص حاله الطير التشخيص المضبوط، تمام اخواني؟ بعدين نحن بنقدم له العلاج. يعني نحن مثل ما بقولوا عم نوضح الكلام للاخ سامي. ممكن بعض الاشخاص مع احترامي للجميع ممكن مثلا ما يعني ما يفهموا اللغه الجزائريه مثلا، مثل اهل العراق، اهل سوريا، اهل مصر، اهل الاردن، السعوديه والى اخره. المهم عم نوضح هنا شوي. فالمهم عم يقول الاخ انه لازم انت مثلا، نقول كمثال انت شفت طيرك مصاب كوكسيديا، تعطيه انت العلاج المناسب لهذا الطير اللي هي مثلا علاج كوكسيديا. ما بشي انا مثلا بعطيه علاج لنقول مرض الكبد، تمام؟ فلازم انت اول شيء تشخص الحاله مظبوط، بعدين نقدم نحن العلاج. انت يا تحب تعالج الطيور تاعك، لكن خويا عيسى انت اللي تمد الدواء للطير تاعك، الطير غد من داك يلقاه ميت. سبحان الله، اسمع انت يا راك تعاون في الفيروس باش يقتل لك الطير تاعك. هذا هو وصرا لي خويا عيسى، على بها انا درت هذاك الفيديو باش نوعي المربيين الاخرين هكذا باللي فوالا ها هو. ما يزيدوش يدخلوا طيور خارجيه على طيورهم. هو شوف، هي الغلطه تصرا انا كمربي، انا ماشي مارف ندخل طيور زعما هكذا وهذه واسمو، مي الغلطه دي فوا تصرا تدخل طير، دي فوا تسها تجيب طير تقربوا للغرفه تاعك، برطو الطير هذاك ما دخلتوش في الغرفه سوا سوا، قربت له الغرفه برك عشان الفيروس هذاك ينتقل عبر الهواء ولا ما كيفاش، باسكو حنا ما نعرفوش طريقه انتقال كل فيروس كيفاش ينتقل لك. هذاك ينتقل عبر الهواء، وكل فيروس كيفاش يمد، باسكو كاين العصافير كاين اللي تباراليزا، وكاين عصافير اللي يوريلك باللي عندهم اسمها مشكل تنفسي، اسمها شغل عندهم لازم ولا كذا. كاين عصافير لما بيهم والو بعد تلقاهم ميتين هيدا، سمعت لك بزاف علامات تاع امراض واحده اخرى، تاع امراض واحده اخرى هيدا، سما تلقى كل عصفور باش راهو مريض على بها يتلفها لك. انا كمربي كيما نقول لك تلعبت لي كيما نقولوا بالعاميه، تكلخت لي هذاك الطير، قربت له الغرفه تاعي لا مزيان، كانوا عندي زوج غرف. قل لي وشنو الامراض اللي راهي شائعه في الفتره هذه، فتره الخريف اللي رانا فيها؟ نعم شوف، فتره الخريف لهنا راهي بزاف امراض، راهي بزاف امراض، هي من بينها اللي شائعه مرض كوكسيديا، كاين مرض الميغا باكتيري، كاين سالامونيلا، تريكومونوز، هادو اللي راهم اغلب الامراض اللي راهي شائعه عندنا. وكاين هادو كاع يديروا لا بليبار، يديروا الحمى تاع الامعاء، حنا نعيطوا لها كاين دي فوا نشوفوا نعيطوا لها بوشون بالعاميه تاعنا، نقولوا بوشون، شوفوا هذاك الاسفيره في المخرج تاع الطير. وهادو كاع الامراض يديروا تم انتفاخ تاع الكبد. لهنا نشوفوا باللي رانا دوكا في وقت الطيور كثير مهمة بكل الفيديو. ركزوا منيح واسمعوا شو راح يقول هلا الأخ سامي ويشرح عن أمراض التهاب الكبد وشو هي ممكن الأمراض اللي تصيب الطير الكناري أو الطير الحسون أو الطير الباجي أو جميع طيور الزينة بفصل الخريف. يعني قصده بهذا الوقت اللي نحن هلا عم نمر فيه أو اللي طيورنا كما نقولوا احنا قاع راهم عندهم مرض الكبد. هو ماشي مرض الكبد، هو نفسروه بطريقه واحده اخرى، غادي دوك ندخلوا لها في التفاصيل من بعد خونا عيسى. هادو هما الامراض اللي راهم شائعه حاليا. داكور، اسكو تقدر تحكي لنا شويه على مرض هذا مرض الكبد؟ هذه النقطه جد مهمه، الناس بزاف راهي تشتكي وتصور في الفيسبوك في الانستغرام، تصور في مرض الطيور تاعهم بهذا المرض مرض الكبد. واسكو تقدر تقول لنا انت كيفاش يتعالج في كما نقولوا احنا في اقصر مده؟ شوف خونا عيسى، احنا كمربيين ماناش اخصائيين في الامراض ولا في الادويه ولا كذا، بصح اسمح لي بصح اسمح لي هنايا تلاقيت بالناس بزاف قدروا يداووا الطيور تاعهم الحيوانات تاعهم بلا ما يروحوا عند الطبيب. هنايا واش تولي الخبره والتجربه. انا نتطرق لهذه النقطه، قلت لك بصح هنايا كان الخبره تاعنا هي اللي خلاتنا نعرفوا نشخصوا الابراض ونعرفوا نداوي الطيور تاعنا. الخبره تلعب دور خويا عيسى، تلعب دور في حياه المربي باش يولي هو السبب تاع باش الطيور تاعو يعيشوا. هايله، نولي للسؤال تاعك.
السؤال تاعك هي على الامراض تشخيص الصحه وسورتو مرض الكبد. تقدر الكبد هو كاين انواع باش نهضروا لهنا، كاين بزاف اللي تخطرهم تقول له واش عنده الطب تاعك، يقول لك مريض لي بالكبده، مريض بالكبده. هو مرض الكبد هذا ما يجيش هكذاك، ما يجيش في الاسبوع هكذا، يجي عن طريق مرض واحد اخر انت فاخ الكبد، يجي عن طريق سامي مرض. هون بيقصد بهالفقره هاي انه نجي نحن بنكشف على الطير بنلاقي مثلا عنده كبد، تمام، بيجي بيقدم له هو علاج الكبد، بعد يومين ثلاثة ايام رد بيرجع له مرض الكبد. عم يقول هو قصده بالفقره هي انه ممكن يكون معه سالمونيلا او مثلا معه كوكسيديا او مثلا معه ميجا بكتيريا، تمام. فاول شيء انت لازم تعالج الميجا بكتيريا او الكوكسيديا، بعدين احنا بنعالج نتنفخ معها الكبد، يتنفخ مع الكبد. نقول الميجا بكتيريا يتنفخ مع الكبد، سالمونيلا يتنفخ معها الكبد. تسمى كاين امراض هي عندها علاقه بانتفاخ الكبد، كي نداويو هذاك المرض موراها باش نروحو نداويو الكبد تاعنا بالمكملات. الكبد الدواء موراها نعطيو له مكملات كذا. وكاين تضخم الكبدي، التشحم الكبدي ماشي التضخم، كاين تشحم الكبدي. التشحم الكبدي يجي عن طريق الاكل. فقرة للعالم اللي بتدعم طيورة بشكل عشوائي، يعني ما لا مثلا ضمن برنامج غذائي اسبوعي، وخاصة اللي بيعطوا طيورهم بيض مسلوق بشكل يومي اذا كان بالصيف او كان بالشتاء. ركز واسمع الكلام. هنا المربي هو السباك ده، باسكو الطيور تاعو ولف لهم اكل فيه بزاف دهنيات. هذاك كان عنده مكملات، هكذا الله دنيا الفا، درت واحد المكمل انا استعملته شخصيا تسمى فادني، حطيته في اليوتيوب تاعي. هذاك مكمل ما شاء الله هايلا. وكاين الكبد البيض. حبايبي مثل ما سمعتوا انتم، اخر شيء ركز على مرض الكبد اللي مصاحب معه مرض الطحال. فمرض الطحال وتكون مصاب بالطير عندك انت بمرض الطحال والكبد، فممكن يصير في عنده انتفاخ بالصدر، تمام. وبهالحاله هي لما العالم تشوفه وتشخص حالته بصير في عنده لهته بالتنفس، يعني يصير في عنده ضيق التنفس، فتفكر العالم مثلا انه عنده فاشل قوي او عنده زكام او عنده ربو، وهو ممكن يكون عنده الطحال مضروب. وبيلاحظ المربي بعد يومين او ثلاثة ايام بس تصير حاله الطير بهالحاله هي، الطير عنده بيموت، تمام. ما يجيش وحده، يجي تدخم الكبد مع يجي تدخم تاع الطحال. الطحال والطحال ولا فات الدخم عند الطير لهنا، نقول الطير تاعك باي باي، سما كيما نقولوا سلام. باسكو التضخم تاع الطيحان صعيب، صعيب بزاف بزاف، يولي الكور، يولي جسم الطائر مي الوظائف تاعو كاع ديريكلا كيما نقولوا حنا بالعاميه، ديريكلا تولي ما تخدمش. هادو هما تاع الكبد كذا، اسم الاخوه المربيين قبل ما تشوف كذا. وكاين كبد خونا عيسى بيباش، زعما حنا نعطيك مثال هاوليك صدر الطائر، حنا نعرفوا التضخم الكبدي باللي يبان الكبد كذا، بصح كاين الكبد ما يبانش لهنا، يطلع لك الفوق جهه القفص الصدري، الطير لهنا يولي يحل في فمه، اللي ما يقدرش يتنفس. باسكو علاش؟ او يطلع جهه لي بومو تاعو، يولي جهه الرئتين تاعو، يولي الطير ما يقدرش يتنفس باسكو الكبد طلع له من جهه الفوق. لهنا لا بليبار تاع المربيين كدا يحسبوا باللي عنده وشغل ضيق تنفس ولا عنده لاصب ولا عفسه، يولي يداوي في حاجه واحده اخرى. هذه هي تاني فول، لازم التشخيص الجيد تاني يكون عنده رول، عنده دور كبير كذا في الشفاء. بمعنى انه الفيديو بتمنى ان شاء الله ما حدا كر من الفيديو ولا لحظه، لانه فيديو كثير مهم وغني بالمعلومات. وبتمنى منكم مره تانية للتذكير، الكل يروح يشترك بقناه الاخ سامي وقناه الاخ عيسى دنيا تي في، موجود رابط قنواتهم بصندوق الوصف. كان معكم ابن الشام، بتمنى التوفيق للجميع والسلام عليكم.